نيابة عن جلالة الملك المفدى، رعى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الحفل 34 لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة بالقطاع الأهلي الذي أقامته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. إيمانا منها بحتمية تقديم كلمة شكر بحق كل يد عاملة أنتجت وما زالت تنتج من أجل نماء مجتمعها وتطوره، ها هي وللمرة 34 تحافظ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة تكريم العمال المجدين والمتميزين في منشآت القطاع الأهلي. هو لفتة كريمة من صاحب الجلالة الملك المفدى الذي يحرص عاما بعد عام على عدم تفويت أعياد الوطنية في مملكة البحرين دون تكريم العمال وتكريم الإداريين المجدين وتكريم الشركات المتميزة في مجال البحرنة وتحقيق السلامة والتدريب وتنمية الموارد البشرية. جلالة الملك يدرك بأن أساس التنمية هي بناء الإنسان، وأن العامل البحريني بصفاته وبخبرته وبانضباطه يمثل شرف للمملكة، فلذلك يوجهنا باستمرار مع الحكومة الرشيدة لتنمية الموارد البشرية وإعطائها المكانة التي تستحقها. القائمة تسخر بمكرمين مستحقين من الإداريين المتميزين وأصحاب الحرف التقليدية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمنشآت المتميزة في مجالات البحرنة وتدريب العمالة الوطنية وسلامة بيئة العمل وتوظيف أصحاب ذوي العزيمة، فهم جميعا تسابقوا بروح عالية ومسؤولية لكي تكتمل بهم الصورة المشرقة وتتحقق الأهداف المنشودة. طبعا هذا التكريم هو دعم لذوي الإعاقة في العطاء المستمر والإنجاز لذوي الإعاقة وتطويرهم في هذا المجال، يدل على اهتمام جلالة الملك في قطاع رجال الأعمال وأنه لتحفيز جدا عالي من الناحية المعنوية، وهذه الالتفاتة هي يعني قائمة ودائمة بسبب أنها التفاتة معنوية وليس مالية، فأنا أرجو أن تستمر هذه المناسبات التي تحفز رجال الأعمال والقطاعات جميعا إلى الأمام إن شاء الله. دلالة رمزية ولفتة معبرة تعكس تقدير القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لأبنائها العمال المجدين والمنشآت التي ساهمت في خدمة الاقتصاد الوطني وكانت شريكة إلى جانب الحكومة في توفير الوظائف المناسبة للمواطنين وتطورهم الوظيفي في ميادين العمل، وليكون هذا التكريم حافزا للآخرين للمزيد من البذل والعطاء وللمساهمة الفعالة في التنمية الشاملة. سيرين عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.